Allora. أنا فيكم شوف كوري رئيس جمعية تجار مصر السنترال في ظل هذه الجائحة اللي كتعرفها بلادنا. حنا كنصادفوا على جوج ديال الجهات. الجهة الأولى هو عندنا أشغال اللي خداها العاتقة نص المدينة ولا شركة ديال كازا ميناجمون، واللي غدوم هاد الأشغال داخل السوق هو إعادة الهيكلة داخل السوق المركزي. المدة ديالها هي مدة سنتين اللي غتكون هاد الأشغال داخل السوق. وحنا اللي كنصادفنا معاها هو الحمد لله الأشغال سارية إلى أحسن ما يرام، ولكن المشكل عندنا حنايا المشكل ديال القرار الحكومي اللي كنسد فيه تقريبا مع الثلاثه، كيسد كاع المارشي. يلا حنا المارشي عندنا ماشي مارشي اعلان ديال القرب، هذا مارشي غاسترونوميك فيه تجار ديال الفواكه، فيه تجار ديال الخضر، ولكن فيه تجار ديال الاسماك. علاش السلطه هذه فرضت علينا هاد نسدو مع الثلاثه؟ هذا هو المشكل اللي طاري عندنا داخل السوق هذا. بالنسبه لك الاشغال ساريا مفعول، ما عندنا مشكل معاهم الحمد لله، غاديين لاحسن من يرام. وكاين واحد التنسيق ما بيننا وبين الشركه وما بين كازا ميناجمون على اساس الاستمراريه ديال الاشغال هذه، اللي كيعرف واحد المارش سونترا واحد القفزه غادي يعرفها بهذه النوعيه ديال الاشغال الحمد لله. سميتي الحسين، تاجر بائع السمك بالسوق المركزي، عضو جمعيه مستدامه مارشي سونترا. اشغال، تكلمنا على الاشغال. نعم سيدي، الاشغال اش غادي نقول لك؟ حنا دابا مع الاشغال، ولكن اش غادي نقول لك؟ اشغال صالحكم؟ لا، ما ماشي في صالح ديالنا. علاش؟ لا ماشي في صالح ديالنا. ترميم؟ لا، الاشغال يعني حابسيننا كل شيء. ها؟ يعني حابسيننا البيع والشراء، حابسيننا كل شيء يعني. وتصبروا واحد المده باش يتصبروا. لا ويا غنصبروا، ولكن غادي ناكلوا العصا مزيان. يعني مع الجائحة، ما جاش مع الجائحة. كيف يعقل دابا انا اليوم مقدي تقريبا واحد 8000 درهم، داير في لاكيس 500 درهم.
500 درهم اش غادي ندير انا هاد 500 درهم كي غندير لها جات مع الجائحة جا ما عندي ما كاينش اش غادي ندير لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا هذا حالة وصلنا ليها حالة لا يبتلى دابا المشكل ماشي غير في الاشغال دابا المشكل عندنا الاشغال وعندنا حتى كيوقفونا مع الاغلاق كيسدوا لنا الابواب ديال الماشي مع ثلاثة يعني مع ثلاثة حنا اصلا كنبداو حتى ثلاثة عاد كيبدا عندنا البيع والشراء داكشي علاش يعني ما حيدنا الاشغال ما حيلتنا الاغلاق يعني اش غادي نقول لكم لا حول ولا قوة الا بالله شنو كطلبوا دابا؟ واش كان إعادة النظر في السوق المركزي ونطلبوا من هاد الناس المسؤولين يشوفوا من حالنا شي شوية وعلى أقل على أقل على الأقل يخليونا غير واخا الجائحة واخا هادي حنا الحمد لله هنا في المارشي ما كاينش ديك الازدحام وكاين عندنا ديك الجوقة وهادي يخليونا على الأقل يزودنا واحد ساعة المكانة ولا ساعة ونص العشية على الأقل غير نخدموا غير واحد شي شوية بعدا باش نبيعوا مع الناس وشوية بعد على الأقل على الأقل وما حنا الأشغال ماشي كونتر الأشغال حنا مع الأشغال ولكن راه دايرين كيجيو الناس مع الثلاثة عاد كيجيو الناس عاد كيجيو الناس وما كاين ما نقول لك ما شاء الله وصافي ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.